بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. يا هلا ومسهلا، يلا تحييهم تحية المطر. شلونكم يا إخواني وخواتي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، قولوا آمين. الرجال ما يرد ومن زمان عنه، بروح للين أطق بابه. بسم الله. أنا ضيعت بيت الرجال، الله يا شيخ يرزق بالفلة المستقلة اللي من يوم تقبل من أقصى الشارع لها تنادي. خايف إني أقلط لي الحين على مسلم ذي يقول كنت اللي في السناب، وش جابك عندنا هنا؟ الله يرزق، والله إني ما أدري هو في الدور الثاني في الدور الثالث. أهل الدار أهل الدار. لا 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 يا مرحبا يا مرحبا ثم مرحبا. لا 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 يا مرحبا. ايش علومك يا ابو؟ لا لا انا بتجيني دوخه. انت صدق جيت ولا ما جيت؟ وينك يا اخي؟ يا مرحبا يا ابو. يا مرحبا بشيخ عتيب اللي لا اقبل اقبلت الدنيا معه كلها. يا رجال يا رجال، اقول لك حاجه قبل ما تدخل البيت، انا عتبان عليك كثير مره. ليش يا رجال؟ والله يا محمد الظروف ما سمحت. الظروف ويش الظروف؟ انا حطيت لي في الظرف انت ولا ويش؟ الظروف ويت الظروف اللي تحكي عنها يا رجال؟ صراحة يعني اعتمد على ما بس لا تعتمد على البشر ولو كان اخوك. تجي ظرف من ظروف الدنيا زي واحد صاحبنا، يعني شوف انا كنت عايش حياة صراحة، لكان الحريم حطيناها، لكان الرجال المخدات من اول خلينا الكلب بس. يا ابن الحلال خلينا نقول يا ابن الحلال، انت تراك تسبب لنا ازمه يوم تجي. انا اقعد من قبلها بيومين اقول لجدتي بوديك البحر بوديك الكورنيش. جدتك كانت تنام عندنا هنا بس ما يصلح. تفضل تفضل، شوف حق الحريم، شوف من اوله. خلاص عايد عايد نطلع فوق. ايه وش يقول حبيب العازمي؟ يقول لولا الغلط ما عرفنا الصحيح، الناس تشري نصائح. ايه صح، القهوه وراها بيضه. هذه قهوة رجال. انت جايب لي قهوة الحريم حاط عليها حليب؟ يا حنان انا حميت هذه حقت امس. اختي سوتها، حميتها في الميكروفيف. علم وش مطلوبك؟ وش مطلوبك؟ وش مطلوبك؟ بربيع سم، عند ضيف وما في فرصة نقابله، وما في البعد يلزمني ويلزمك، والله ثم والله انك تقلط عندي بكره الله يحييك الفطور. لا صل على النبي، بكره بجيك. قبل ما تقول لي لا برك لك واجبك، لا سوي لك شيء ما قد حصل. واجبي منين تشتريه؟ هذا الموقف دام كل الحيوانات. انت اشتغل بس ذيلها كبير. يعني